بعد سلسلة التحركات التي تمت على المستوى السياسي العالمي والعربي، باتت سوريا اليوم تمثل أزمة ممتدة تتزاحم بها الأحداث وتتطور مواقف الأطراف فيها مؤذنة بمزيد من التباعد بين الشعب والقيادة السياسية التي يرفضها الشعب بكل قوة. الجامعة العربية وبعد مخاض عسير اتخذت قرارات واضحة بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومطالبتها بتطبيق بنود المبادرة العربية وسحب العسكر والشبيحة من الشوارع والمدن، وهو الأمر الذي لم يتحقق بل وتشهد الساحة السورية نقيضه تماما. الشعب السوري الذي قدم آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى لم تسعفه قرارات الجامعة العربية، وعيون الأمهات الدامعة لم تقنعها سياسات منح الفرص. ومن هنا كان لتركيا موقف واضح وقاطع، وبدأت القرارات الدولية تتجه للضغط على النظام السوري بصورة أكثر قسوة. سوريا التي تتحالف مع أطراف إقليمية معلومة تجد نفسها اليوم في عزلة تشتد يوما بعد يوم، والقراءات التحليلية للموقف السوري تشير إلى موقف ضبابي لمستقبل سوريا في ظل تعنت النظام الحاكم ورفضه للتغيير الديمقراطي، بل ولجوئه للخيار العسكري كلغة واحدة للحوار مع الشعب الأعزل، وهو ما يعني زيادة التوتر واعتماد لغات خطاب أخرى على المستوى الإقليمي والدولي للتعامل مع الشأن السوري.